مثلما سافر التابعون إلى عالم الملكوت العليا بعبادتهم وبتقواهم وإخلاصهم، سافرنا إلى اسطنبول لنرى آثار دعوتهم ورسالتهم التي وصلت هنا. سنتعلم منهم الصدق والوضوح مع الله ومع النفس ومع الناس. سنتعلم منهم قول كلمة الحق في الغضب والرضا، في الشدة والرخاء، الحق للحق وعبادة الحق مع الرحمة بالخلق، وهي مبنية على الصدق. نتعلم منهم أن الحياة قصيرة ولكن حياة أطول في جنات النعيم، فالواجب أن نرخص هذه الحياة لحياة هي أجمل وأكمل كما فعلوا. نتعلم منهم أن الحياة ليست ثقافة ولا حفظ متون، أن الحياة علم وعمل. ونتعلم من التابعين الربانية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، القدوة والإمامة والأدب والسلوك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طوبى لكم أنكم تصلون عليه، الله يصلي عليكم وملائكته إذا صليتم عليه، عليه الصلاة والسلام. شخصيتنا في علام التابعين الآن طاووس بن كيسان، اسمه كذا طاووس بن كيسان من اليمن. طاووس هذا اسمه سموه طاووس لأنه جمال العلماء، هو زينة العلماء، مثل إذا زين التاج رأس الملك هو يزين سيرة العلماء في التابعين. أخذ العلم عن 50 عالما من علماء كبار التابعين ومن بعض الصحابة. عاش في اليمن وأتى يعتمر وحج وأقام في مكة فترة ليتعلم عند ابن عباس، لكن له مواقف. تميز بأنه باع نفسه من الله، يقول هو العبد وما ملك لله لسيده، وأنا بعت نفسي من الله. قالوا والله لو طلب الإنسان نفسه لسلمها في سبيل الله له. دخل ينصح محمد بن يوسف الثقفي، انتبهوا، محمد بن يوسف هذا شقيق محمد، شقيق الحجاج بن يوسف، صدقت، هذا حاكم العراق وهذا حاكم اليمن، كان ظالما غشوما. فدخل طاووس وجلس عنده، قال استعبدت عباد الله وأخذت أموال الله وبطبطش بطش الجبارين. فقال هو محمد بن يوسف هذا اللي خادم عنده، تعال أعطنا كساء كبير ب1000 دينار، كساء مثل بشت يعني، وضعه على عشان نكرم طاووس عالم الدنيا يعني نكرم. فوضع الكساء عليه ويتحدث له، وضعه من ورائه، فأخذ طاووس يقول كذا حتى سقط الكساء من عليه ثم خرج. قال نسيت الكساء. قال لم أخذ منكم شيء ولن أقبل منك شيء. قال لا، قال إن كنت صادق فبيعه وأعطه ورد الثمن الذي أخذته منه، وإنك أخذته من المسلمين. فقال محمد بن يوسف هذا ليس لنا حيلة نحتال عليه إلا أن نعطيه مال. فقالوا لا يقبل منك شيء. فقال لأحد المقربين منه إذا قبل، إذا أرسلك ب700 دينار، فإذا قبل منك طاووس بن كيسان فوالله لأكرمنك. فذهب الرجل قال أرجوك هذه هدية من الأمير. قال والله لا أخذ ولا يحل لي، قل له يعيد أموال الناس التي أخذها. يقول هو قال سألتك بالله. قال فتغافل جعله يعني حتى غفل طاووس، ثم وضعه في كوة بيته، وكان بيت صغير من طين، وضعه في الكوة في الطاقة. وبعد فترة أرسله محمد بن يوسف قال أعطنا مالا الذي أعطيناك، لأن ذاك أوهمه أنه قبل الهدية. قال والله ما أعطيتموني شيء. فدعا الأمير ذاك وتحلفوا على المصحف، قال والله وضعتها في الكوة. فأتوا وإذا عليها قد بنى عليها العنكبوت على نفس القصرة هذه، فردها له. الموقف العجيب الذي يرويه لنا طاووس بن كيسان سوف أنقله لكم، لو لم نحضر نحن وياكم إلا في هذا الموقف لكفى. يرويها ابن كثير والذهبي وغيرهم. فقط هذه القصة القصيرة أنا أريد أن تحفظوها أو تسمعوها، لأن قد تغير مجرى حتى تفكيرك أنت للحياة وللناس وتفكيرك عن مصيرنا عند الله سبحانه وتعالى. يقول طاووس حججت نفس بن كيسان، فجلست في الحرم قبل الغروب، يعني ينظر إلى الكعبة، طبعا هو عالم المسلمين، ينظر
قال ثم سمعت جلبة أصوات والتفت وإذا هو الحجاج قدم من العراق، هذا الظالم الحجاج بيوسف الثقفي عنده شرطة وجنود يحكم العراق طبعا. قال فالتفت، قال فبقيت في مكاني، فقام الحجاج يصلي ورائي هناك ركعتين وحوله الحرس والجنود والعسكر هيبة أميره. قال وجلست مكاني يسبح وأنظر في الكعبة، وإذا بحاج ضعيفا فقير أقبل من اليمن، يعني من طرف الناس، قال يطوف وعليه حرام وطبعا محرم. قال ثم مر من هناك من عند الحمايد للحجاج، فنشبت حربة، الحربة هذه مثل خنجر، نشبت في حرام اليمني قدام الحجاج، فنفض فوقعت على فخذ الحجاج فمسكه الحجاج. قال من أنت؟ قال حاج من اليمن. قال وأنا أسمع يقول الحجاج. قال كيف تركت أخي محمد بن يوسف عندكم؟ يقول أخبرني عن أحواله كيف. قال تركته سمينا بطينا، يقول أبشرك سمين وعنده كرش بطين وعنده في تخمة، ركابا لباسا خراجا ولاجا، هكذا ذكره. قال ما سألتك عن صحته، يقول أعرف أن الصحة لا تستهزي، يعني أنا أسألك كيف يعني عدلوا فيكم. قال تركته والله غشوما ظلوما. قال أما تدري أني أنا أخوه الحجاج؟ قال هو يقول أنت كيف ما خفت مني، أنا أخوه أنا الحجاج. قال أتظن أنه يعتز هو بك أكثر من اعتزازي بالله؟ يقول طاووس كأني حسست كأن شعر راسي قام. قال ثم نظرت إليه فإذا فطلق فإذا هو يطوف بين الناس. قال والله إني نظرت إلى شخصي علشان أعرف كيف. قال فتركت، قال فطاف طاف، قال ثم كنت أراقبه فين يذهب، حاج فقير وحيد يقول للحجاج تظن أن أخوك يعني أن أخاك محمد يعتز بك يعني أخوه الحجاج أكثر من اعتزازي بالله، أنا عبده أنا منتسب له. يقول وما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد نبيا. قال فرأيت، قال فجئت أصلي في الليل، يقول طاووس يعني الوتر، فإذا هو متعلق هذا الرجل الفقير المسكين من اليوم متعلق بأستار كعبة. قال اللهم بك ألوذ وبجنابك أعوذ، اللهم بك ألوذ وبجنابك أعوذ، يا ولي نعمتي لا تسلط أحدا من خلقك علي. قال ورأيت في عرفة وهو يقول اللهم إن كنت لم تقبل حجي ولا سعي فاجبرني في مصيبتي أنك رددت حجي. وهذا هو المؤمن يعني الصادق المنيب يقول يصدع بهذا. طاووس بن كيسان جلس في الحرم سنوات، برنامجه طبعا يصوم النهار يقوم الليل، لكن العجيب أنه إذا صلى العصر تربع واستقبل الكعبة، فإذا جاء أحد يحدثه يقول اسكت يعني في ذكر. قال فكان يدعو 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 إلى الغروب، ومع دعائه تتساكب دمعتان سخيتان على خده، كيف لا يكون الخير ملأ للناس، كيف لا يكتب عنهم التاريخ، كيف لا يعني حتى كثير منهم ترى بلغوا هذه الأماكن يبلغون دين الله ويرتحلون إلى الأسفار يبلغون دون الله. إنسان يعني من صلاة العصر إلى صلاة الغروب وهو متربع يدعو الله، وإذا أتى أحد يسأل يقول أصبر، فإذا صلى المغرب استقبل الناس بعد ما يفطر يفتيهم ويعلمهم رحمه الله. ولهذا إذا أتى يقول أرسل له مرة أحد الخلفاء مدري من بني أمية مالا، فرد المال عليه وقال إنك أخذت هذا المال من عباد الله تريد أن تعطيه عباد الله، إن الخزائن التي عندك إنك مسؤول عنها عند الله، فأسألك بالله أن تعيد المال لمن أخذت. كان يرى أن في ظلم طبعا في الأموال، يعني تأخذ سبحان الله جبرا من مظلومين وتعطى إلى أناس يعني بغير حق، يقول كيف حقي أنا أن أخذ هذا. طاووس بن كيسان كسب في حياته مسألة يقول التجرد لوجه الله عز وجل حتى بلغ قارب المئة، شوف قارب المئة، يقول حدثيت وأطرق عليه الباب فخرج علي شيخ كبير، قلت فين أنت من؟ قال أنا عبد الله بن طاووس. قلت إذا كان هذا عبد الله في الثمانين ابنه فأين أبوك؟ قال في البيت. قلت كيف بقي حي؟ قال أما تدري أن من استعمل جوارحه في طاعة الله أنها ما تبور عليه أو أنها ما تكل؟ قال فدخلت فإذا هو كامل الذهن قار البال منشرح الصدر. قلت كيف حالكم؟ قال كيف حال من ينتظر لقاء الله سبحانه وتعالى ولا يدري هل عد خيرا أم شرا، يعني هو على هذا العمل. وكان يسألونه كيف أصبحت؟
قال أصبحت طالبني ربي بالفرائض ونبي عليه الصلاة والسلام بالسنن وأهلي بالنفقة، فكيف أصبح؟ غفر الله له ورحمه. ولهذا على ذكر الأعضاء أنها سليمة، عالم شافعي اسمه المحب الطبري مشهور مؤلف، كان عمره 80 سنة، ولما اقتربت السفينة من البحر بين الشاطئ أتى الشباب يريدون يقفزون ما استطاع، فقفز هو، قالوا ما شاء الله في 80 ونحن في الشباب ما نستطيع، قال هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فمن استعمل أعضاء في طاعة الله، صدقوني يا إخوان ليس عاطفة دينية، إني وجدت أناس إن عندنا يعني حتى من قبيلتنا رجل بلغ 120 سنة، وإنه كان توفي غفر الله، كان كامل الحواس ويقوم الليل وعابد ويصوم، وإنه يقول لا أذكر أني نومت في مستشفى، ما يذهب ما نوم ولو مرة في المستشفى، والسبب عبادة صيام وقيام ليل وتقوى وترك معاصي واتصال بالله. ولهذا ترى ديننا، ترى هو في ديننا، ترى في ديننا صحة وعافية الصلاة، حتى كتب عنها أطباء الصيام نفسه. أنت تدرون أن الأطباء الغربيين لن يصوم بالصيام ليش؟ على الطريقة الإسلامية. حتى سافر عندنا مرضى قال لا أنت عليك أنك ما تأكل من الصباح كذا ساعة، لأن هذا يعالج معدتك ويعالج الأمراض وكذا وكذا. فقصدي من سيرة هذا الإمام من يبلغ 100 وهو مكتمل الأعضاء لطاعته لوجهه سبحانه وتعالى. لا زال الحديث عن طاووس بن كيسان العالم الرباني من القرن التابعين، التابعين القرن الثاني، التابعين ميزتهم أنهم أخذوا الخيرية الثانية، الخيرية الأولى للصحابة، تلاميذ الصحابة هم التابعون وتابعوا التابعين، يقول عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حتى يقول أحدهم ما رأيت في الفقهاء كطاووس أبدا زهدا وعبادة وإيمانا. تصور هذا الإنسان أن يأتي فيمر بالطريق فكلما سمع بقرية ذهب إليهم ليعلمهم في ذات الله عز وجل، يبحث عن الفقراء يعلمهم، يستدعي الخليفة يأتي لا يذهب، حتى يقول هو إذا استدعاك الخليفة لتقرأ عليه سورة الفاتحة فلا تذهب، يخبر طلابه يقول حتى تقرأ سورة الفاتحة ما تذهب لأنك إيش تضيع دينك. وكان يروى عنه يقول لا تخلو بامرأة ولو تقول علمها القرآن، الخلوة، لا تذهب إلى مبتدع تقول حاوره جادله لأنه قد يعني يترك فيك شبهة، لا تدخل على السلطان ولا تقول بقرأ عليه سورة الفاتحة، لا الله يسلمك الحمد لله مشكور ماجور لأن دينك أهم عندك. ومع ذلك يذهب إذا رأى إنسان فقير جلس معه كيف حالكم طيبين، ثم يأتي يوصيه ألك سؤال تريد تستفيد في دينك؟ الجواري تعرف في المدينة كانوا ينزعون من البير، يعني ينزعون الماء من البير القرب، فيأتي إليهم ويعلمهم سورة الفاتحة، أنا أقرأ اليوم في تويتر أتابع ثم أكتب سورة الفاتحة، أكتب سورة الفاتحة في تعليقات تغريدات يقول علم طفلك الفاتحة سورة الفاتحة وطفلتك فإن سوف تبقى طيلة الحياة تقرأها ولك الأجر مثل أجرها حتى تموت البنت أو يموت الولد. ولذلك أنا أشكر كل أب وكل أم تربي طفل أو طفلة في الإسلام، ويقول معلم الصبيان يقول علم الصبيان سورة الفاتحة، علم الأعراب، علم البدو سورة الفاتحة، لأنه طيلة ما يقرأ في الصلوات لك من الأجر مثله. الخليل بن أحمد الفراهيدي هذا علمتكم الذكي الأريب هذا مكتشف علم العروض النحوي اللغوي، علم عجوزا فقط سورة الفاتحة وحياته كلها للنحو وللغة والعروض. يقول الخطيب البغدادي المعلم هذا المحدث الكبير مؤلف تاريخ بغداد 30 مجلد، قال رؤيا الخليل بن أحمد الفراهيدي في المنام، قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وتجاوز عني. قالوا بماذا؟ قال علمت عجوزا سورة الفاتحة. قالوا والنحو والعروض؟ قال ما نفعنا بشيء. هكذا ذكر على الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل. فقصدي من هذا أنك لا تحتكر، هذا طاووس بن كيسان يذهب يبحث، لأن العلم يعني العلم بالتعلم، أنك تعلمه وتعلمه غيرك. ولذلك أقول يا إخواني يا شباب الإسلام يا أخواتي، يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية،
أنت داعية، لا يشترط أن يكون عندك شهادة في الجامعة، لا يشترط أن تكون كنت شيخ مثلا، أنت مسلم داعية، تركب في الباص قل كلمة، وجه الناس بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول أبو الدرداء: أخ كلما لقيني أهداني كلمة طيبة أحسن من أخ كلما لقيني أعطاني درهما أو دينارا، لأن الدرهم والدينار دنيا ولجسمك، أما الحكمة أما الموعظة فهي لعقلك لقلبك لمصيرك لحياتك لآخرتك. ولهذا يا أخوة أنتم دعاة، ابذلوا العلم، ابذلوا الكلمة الطيبة. تصور أن كل واحد منا أخذ قضية في الحال يعلم سورة الفاتحة أو يشرحها أو يعلم حديث واحد. أنا أخبركم برجل حدثت عن شيخ عامي، هو ما درس، دخل الحرم في مكة فسمع شيخا على الكرسي يحدث الناس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيحين وهو آخر حديث في البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فحفظ الشايب هذا، هو عامي ما يحفظ إلا هذا بعد القرآن، قال والله يحضر الأعراس الزواجات، يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، يحضر العزاء، كلمتان خفيفتان على اللسان، يمر يقول بالسوق بالشباب يا هون تعالوا، كلمتان خفيفتان على اللسان. وكان حديثه دائما أغمي عليه في حادث سيارة نقلوه في المستشفى، يقول والله ما فترت لسانه يرد الثلاثة أيام أغمى عليه، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان الميزان، حبيبتان الرحمن. ترى الإنسان يموت على ما معاش عليه، حتى يذكر ابن القيم في كتاب له في المحتضرين وظن والداء والدواء، أحدهم كان مغني حياته كلها مغني، يغني أبيات أين الطريق إلى حمام من جابر، المحبوب ابنته كانت، فتوفي قال قل لا إله إلا الله، قال أين الطريق إلى حمام من جابر، قال قل لا إله إلا الله أشهد لك، قال أين الطريق إلى حمام من جابر. واحد في المدينة عمره 80 يذكر الشافعي، يقول يدور على المغنين يعلمهم، شوف يعلمهم العود والضرب الدف في النهار كله، فإذا جاء الشافعي الإمام المعتبر محمد بن إدريس العبقري، هذا إمام الأئمة، قال أتيت لا يصلي جالس، قلت سبحان الله ليش تصلي جالس، قال أنا أدور على المغنين في الحياة، أدور في المدينة وعلمهم فأنا أتعب. شوف يدور على المغنين يعلمهم كيف الغناء، وإذا جاء الصلاة يصلي الفريضة جالس، مو في عهد في القرن الأول، في عهد الخيرية. أنا رأيت ناس عرب يعني في منطقتنا شيء، والله يحضر الحفلات الشعبية يعرض 4 ساعات حفلات شعبية ويرقص ويتمايل بالسيف وبالرمح مع القبيلة، وإذا جت صلاة التراويح في رمضان، صلاة التراويح عندنا أحيانا 3/4 ساعة خفوا، قال ذبحتونا، خاف الله فينا، قتلتونا، الدير يسر. يقول قال له حد الأئمة، قال أنت يا فلان ما تخاف الله، أنت ترقص 4 ساعات وما تصبر 3/4 ساعة، قال شوف، قال أصلا التعامل معكم على المشاحة والتعامل مع الله على المسامحة، يقولكم أنتم لابد المشاحة ولكن الله يسامحنا سبحانه وتعالى. فالشيطان يزين لبعض الناس الآن في شباب في برا المسجد، يعني في أي مساجد، قلت يا أخي صلوا، قالوا الحمد لله الله كريم صلي، وينتظرون برا في البرد والناس يصلون، شوف الشيطان يعني ما تركهم يدخلون، يعني لو دخلوا استفادوا الأجر وصلوا الفريضة وحضروا مع المؤمنين. وهذا عجب من الأعاجيب، سبحان ربي كيف أن السهر أحيانا في المعصية يكون سهل عند بعض الناس، وفي الطاعة يحجبهم الشيطان عن هذا، عن هذه المواصلة. فقصدي بذل النفس، من يأخذ من سيرة هذا الإمام بذل نفسي في ذات الله عز وجل. أنا يوم أقرأ له يقول أنه أشرف عليه الموت، ليس له من الحياة إلا غرفة واحدة، طالما هذا حياتهم، يعني ما لم أتدخل أنا في ذلك ولم أزيد، أنا أنقل لكم ما قرأته وهذا هو الصحيح اليقين. ترك علما نافعا وهو من رواة البخاري ومسلم ومن رواة السنن الأربعة، حفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يزد كلمة ولم ينقص كلمة، كان إماما ثبتا تقيا وليا، فسر عنده القرآن أو سمع تفسير القرآن كاملا. العجيب أن السلف عندنا كان الواحد إذا تخصص في فن قتله وتخصص فيه ونفع الأمة به، المتأخرين يريد الواحد منا أن يكون داعية ومهندس وخطيب وشاعر وصحفي، مثل العامل الفاشل، العامل الفاشل يريد يكون نجار
ويكون سباك ويكون خياط، وهذا لا يحصل. وإنما فاق السلف لأنهم تخصصوا في فن واحد، مثل ابن خلدون في علم الاجتماع الآن. ابن رشد سلك هذا مسلك الفلسفة، مثلا مالك بن أنس علم السنة، سفيان الثوري الحديث مثلا، أبو حنيفة علم الفقه والفتيا، فساروا فبرعوا. فلذلك ينبغي أنك تعتني بتخصصك الذي أنت فيه وتعبد الله، لأن فيكم الآن أنتم، أنا أعرف فيكم أذكياء وفيكم كذا، فيكم من تخصص في إعلام أو في هندسة أو في طب أو في 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 في, في, في أي فن آخر، في الأدب في الفكر. فأرجو أنكم تحسنون، كما في حديث حسن يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. الإتقان في العمل هو أحسن ما نقدمه، وهذا الذي استفدناه من سيرة هذا الإمام الذي أنا أروي سيرته لكم. تلاميذ ابن عباس المشهورين ثلاثة الذين أخذوا عنه العلم واستفادوا كثير: عطاء بن أبي رباح، مجاهد بن جبر، طاووس بن كيسان. عطاء بن أبي رباح في الفقه، مجاهد بن جبر في التفسير، طاووس بن كيسان في الحديث. وهم أخذوا من إمام واحد، والإمام هذا ترى ابن عباس، حتى ذكروا الحريري يقول كأنه في الألمعية ابن عباس، يعني في الألمعية في الذكاء والفقه، وقد دعا له عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا طاووس بن كيسان الذي نتحدث عنه صار ملأ الدنيا بجلالته وعظمه وزهده وإبداعه، فكيف شيخ ابن عباس الذي أعطى ألاف الطلاب؟ فكيف الذي تعلم منه ابن عباس وهو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا كنا مثلا نمدح في الشجاعة صلاح الدين الأيوبي، وصلاح الدين الأيوبي أخذ الشجاعة مثل نور الدين محمود زنكي، فكيف بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، واغفر لنا ولهم، وإلى لقاء مع شخصية أخرى من علام التابعين.